لا تزال الاتهامات تلاحق شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إخفاقها في حماية مستخدميها الصغار، لذا اتجهت شركة ميتا نحو الإعلان عن سلسلة تغييرات تضمنت ميزات أمان جديدة تهدف إلى حماية المراهقين. فما هي؟ أولى هذه الميزات هي إدخال أدوات الإشراف الأبوي لتطبيق ماسنجر، إذ سيتمكن الآباء من معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه أولادهم على تطبيق المحادثة، إلى جانب الوصول لتحديثات قائمة جهات الاتصال وإعدادات الخصوصية. وبالانتقال إلى إنستغرام، تخطط ميتا لتطوير ميزات تقيد من يمكنه إرسال رسائل مباشرة، كما سيحتاج المستخدمون إلى إرسال دعوة والحصول على إذن قبل بدء الرسائل المباشرة على النظام الأساسي. هل ستحمي هذه الإجراءات المراهقين من تأثيرات مواقع التواصل السلبية برأيك؟